وسع الصندوق ده كده. يعني ينفع كده حكيتي ام العربيه؟ معلش انا اسفه يا حاج. يعني ايه معلش؟ مش عارف انا. يا امنيه. نعم يا ماما. بصي يا حبيبتي انا رايحه الشغل، وخلي بالك على اخواتك، لو عاوز حاجه اعملها لهم. حاضر يا ماما. بس على فكره يا ماما احنا كلنا زهقنا يا ماما. زهقنا ايه يا حبيبتي؟ بصي يا ماما انا هنا. نعم. احنا زهقنا ماما القعده بالبيت يا ماما. وبعدين احنا يا ماما ورناش اي حاجه، قاعدين فاضيين في البيت. المدارس خلاص خلصت يا ماما. احنا عايزين يا ماما نيجي معاك في الشغل. الصراحه ما ينفعش يا حبيبتي، الجو سخن عليكم. مش مهم يا ماما، نقعدوا معاكي وبس. بتسمعوش الكلام انتوا يا ماما؟ خلاص مفيش مدارس، مفيش اي حاجه، واحنا قاعدين زهقانين كلنا. صح يا مكه؟ صح يا امنيه. بس هتسمعوا الكلام ماشي؟ هنسمعوا الكلام. طب تعالي يا امنيه، هاتي ايدك يا حبيبتي. تعالي يا امنيه. مكه يا ماما مش امنيه. ماشي معلش يا مكه، انت عارفه ان انا نظري ضعيف. اللي انت عايزاه. تعالوا يا حبايبي، اقفلي الشباك يا امنيه. حاضر. حبيبتي انا هنا يا ماما. نعم. بصي يا حبيبتي اقعدوا هنا في الدل، وانا هشوف شغلي، وكل ساعه هاجي ابص عليكم. حاضر. بس اوعوا تتحركوا من هنا. ما تخافيش علينا يا ماما. اسمعوا الكلام واوعوا تتحركوا من هنا، عشان بعد كده اجيبكم معايا. لو ما سمعتوش الكلام مش هجيبكم معايا تاني. حاضر يا ماما. يلا حبيبتي خدي اخواتك واقعدوا على جنبي. يلا ماشي. تعرفي يا مكة، ماما صعبانة عليا قوي. وانا كمان. النهاردة لما هي كانت ماسكة ايدك تقولك يا امنية صعبت عليا، وكمان لما هي كانت في المطبخ وبتمسك الكوباية وقعت منها برضو صعبت عليا، وكمان برضو في نفس الوقت انا كنت خايفة عليها للكوباية تعورها. انا نفسي ماما ترجع تشوف. انا بتمنى اللي ماما ترجع تشوف، عشان انا بحب ماما قوي. وانا كمان. وانا كمان نفسي ماما ترجع تشوف تاني. طب ايه رايكم نشتغل ونحوشه ونجيب فلوس لماما بتاعت العمليه بتاعتها؟ هنشتغلوا ايه يا امنيه؟ وازاي؟ اه نمسح عربيات. عندك حق، احنا الثلاثه نمسح عربيات ونحوشه ونجيب ماما فلوس العمليه. ماشي يا امنيه. موافقني؟ موافقين. تعرفوا انا ليه بابا ساب ماما؟ ليه؟ عشان هي مش بتشوف. مش مشكلة يا امنية، ربنا يسامحه. ماشي يا مكة تعالي. يلا يلا. صباح الفل يا مدام، نهارك ابيض ان شاء الله. شكرا يا حبيبتي. ربنا يخليك يا مدام. شكرا. كل سنة طيبة يا مدام. كل سنة وانت طيبة. طيبة. شكرا. كل سنة وانت طيبة يا مدام. كل سنة وانت طيبة. لا بقى تعالوا لي كده. اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا التلاتة مع بعض ولا ايه؟ انتوا شغالين في المنطقة هنا؟ لا احنا التلاتة اخوات. لا والله انتوا تلاتة اخوات؟ اه. بس جدعين قوي. بس ليه بتمسحوا عربيات بقى؟ ليه بتمسحوا عربيات؟ بصراحة يا طن. ايوه بصراحة. احنا بنمسحوا عربيات عشان ماما ما بتشوفش، نظرها ضعيف شويه. الف سلامه عليها. واحنا قررنا احنا الثلاثه نشتغلوا ونحوشوا ونجيب الفلوس بتاعت عمليه ماما. يعني بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا اتفقتوا ان انتوا تشتغلوا وتجيبوا فلوس عشان تعملوا العمليه لمامتكم؟ اه. وبعدين ماما شغاله في شارع 8 عمليه نظافه. يعني كمان ماما بتشتغل؟ اه. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم انتوا جدعين. بصراحة انا بحب ماما قوي، وكمان اخواتي بيحبوها، وقررنا نحوشه ونجيب فلوس العملية. طيب ينفع اسأل سؤال؟ واحنا النهاردة اساسا اول يوم نشتغل. طب هو فين بابا؟ ليه بابا مش بيساعدكم؟ ما بابا ساب ماما عشان هي بتشوفش وراح اتجوز. معلش يا حبيبة قلبي، اوعوا كنا زعلانين. لا لا احنا كلنا بنقول الله يسامحه. الله يسامحه. طيب استنوني ثانية واحدة.
على فكرة يا تانت، ماما بتعرفش احنا بنشتغل. بجد؟ بجد. طيب ينفع تعتبريني ان انا اول واحدة ساعدكم في فلوس عملية ماما؟ ايه ده يا تانت؟ دول 500 جنيه اول مساهمة مني لعملية مامتكم. شكرا يا تانت، ربنا يخليكي طيبة اوي. ده كده كتير اوي يا تانت. والله العظيم مش متوقعة فرحتكم دي. انتوا زي العسل. انتوا اسمكم ايه بقى؟ انا اسمي امنية واسمها مكة وبطة، بس ده انت كده كتير قوي. طب تعرفوا ان انتوا التلاتة اجدع بنات في الدنيا دي كلها؟ شكرا. وانا بتمنى لما اتجوز واخلف بنات يبقوا جدعين شبهكم كده. انا مش مصدقة نفسي كل ده. والله والله انا عرفت ليه ربنا قال اللي عنده بنت يدخل الجنه، ومامتك عندها تلات بنات، يعني ان شاء الله هتدخل الجنه على طول. ربنا يخليكي يا رب ويسترها معاكي ويقف جنبك زي ما انت وقفتي جنبنا كده. ده كفايه الدعوه الجميله. شكرا. دي انتوا جدعين على فكره. ده اقول لكم حاجه، انتوا احسن من رجاله كتير بتبقى مامتها وباباها بيموتوا قدامهم مش بيفكروا حتى يساعدوهم. شكرا يا طنط، انا بجد بفضل ادعي لك كل سنه اصلي. انت جميله وانتوا كمان جمال وحلوين. يلا عايزين اي حاجه؟ عايزين سلام. ربنا يساعدكم كده وتجمعوا فلوس العمليه بسرعه. ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. خدوا بالكم على بعض. حاضر. كل سنه وانت طيب يا عم. شكرا يا حبيبتي. شكرا. كل سنة وانت طيب يا باشا، نهارك فل ان شاء الله. شكرا يا حبيبتي. العفو. كل سنة وانت طيب يا باشا. اتفضلي يا عسل. عمو ينفع اطلب منك طلب؟ اتفضلي يا حبيبتي. انا عايزك تساعدني في حاجة. اساعدك؟ اتفضلي يا حبيبتي، عايزة ايه؟ بص يا عم، ماما نظرها ضعيف شوية واحنا بنشتغلوا عشان نجمعوا لماما الفلوس بتاعت اخوات؟ العملية بتاعتها. احنا اخوات. انا بحسبكوا صحاب. لا اخوات يا عم. الخمسة جنيه دي مش هتساعدنا في حاجة. انا اسفة يا عم، حقك عليا. هي مامتك يا حبيبتي بتشتغل؟ ماما عملت نظافة في شارع 8. طب باباكي شغال ايه؟ بص يا عم، بابا ساب ماما عشان ماما بتشوفش، وبابا كان شغال بواب ماسك العمارة اللي في شارع 9. طب انتوا بتتكلموا بجد ولا بتضحكوا عليا؟ بجد يا عم، مش بضحك عليك. بس شكلكوا طيب. انا صدقتكوا. حتى لو انت مش مصدقني تعالى شوف ماما. لا صدقتكوا خلاص. بجد يا عم؟ بجد يا حبيبي. اتفضلي يا حبيبتي، 300 جنيه اهم. 300 جنيه يا عمو؟ ربنا يخليك يا رب ويسترها معاك ويطول في عمرك. لو عندك عيال ربنا يخليهم لك ويحبب خلقه فيك يا رب. الكلام الحلو ده كله. شكرا يا عمو، انت احسن عمو في العالم. ربنا يخليك ويخليك يا حبايبي. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي امنيه، وكل ما اصلي هدعي لك صدقني. ربنا يخليك. لو عوزت اي حاجه انا ساكن هنا، قولي بس استاذ محمد الجمل. حاضر. شكرا، انا بشكرك بجد. ولو عوزت اي حاجه تاني تعالي. حاضر. انا مبسوط بيكوا عشان انتوا عايزين تساعدوا مامتكم. شكرا يا عم. مش محتاجين اي حاجه؟ لا لا شكرا. كفايه كده شغل النهارده، احنا لبينا فلوس كتير قوي. هنروح لماما بقى ونبسطوها وخلوها فرحانه. يلا بينا. يلا بينا نروح لماما. يلا يلا يلا. لا والله ابدا والله. طب اقفل كده ثواني، افتح كلامك تاني. انت عامله ما بتشوفيش ولا ايه؟ معلش يا حاجه انا اسف. معلش اصرفها فين معلش دي؟ يعني ينفع كده حكيت القصه على الصندوق ده كده؟ يعني ينفع كده حكيتي ام العربيه؟ معلش انا اسفه يا حاج. يعني ايه معلش؟ مش عارف انا. انا نظري ضعيف شويه يا حاج. نظري ناقصه عامه هي ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ العامه دي خبط العربيه حكيتها لي. بس ماشي يا عم، يا عم عيب دي ماما. يعني اعمل لها ايه يعني؟ انت هتلاقيك مش عاوز منك حاجه تتكلي على الله. خلاص يا عم الله يسامحك. بس اعمل قدامي. خلاص يا قضيه، تعالى اقعد هنا يا امنيه. استني يا ماما.
خلاص يا عمى. معلش يا ماما، متزعليش يا ماما، متزعليش من راجل الوحش ده. انا مش زعلانه، انا اخدت على كده خلاص. ابوكوا كان بيقول لي كلام اكتر من كده. متزعليش يا ماما، متزعليش يا ماما. ماما انا عايزه اقولك على حاجه، بس متزعليش مني. قولي يا حبيبتي. متزعليش يا ماما. مش هزعلك، قولي في ايه يا امنيه. اتفضلي يا ماما. ايه ده يا امنيه؟ الفلوس الكتير دي قوي يا امنيه. ايه ده يا امنيه؟ ردي عليا. احنا يا ماما مسحنا عربيات النهارده واخدنا الفلوس دي، عارفه ازاي يا ماما؟ احنا بنقول للناس اللي احنا عايزين نعمل عمليه لماما، ونفسنا ماما ترجع تشوف تاني. اول واحد عطيني 500 جنيه، وتاني واحد عطيني 300 جنيه، واللي يديني 50 جنيه، واللي يديني 100 جنيه. والناس طيبين قوي يا ماما كانت معايا. طب انت عملتي كده ليه يا حبيبتي؟ يا ماما انا عايزاك يا ماما ترجعي تشوفي تاني يا ماما، وعايزاكي كمان خلي بالك مننا وتربينا وتحافظي علينا، ونفسي ترجعي تشوفي تاني. انتوا عملتوا كل ده علشاني انا؟ اه يا ماما. ربنا يخليكوا ليا، انا عندي 3 فاكهات وربنا يخليكوا ليا. ويخليكي ليا. انت احسن حاجه في العالم يا ماما، احنا بنحبوك. وانا كمان مش غيرك يا ماما. لو انت حصل لك حاجه مين هيربينا؟ عايزك يا ماما تعملي عمليه وتخفي، واحنا في ايدينا كمان ان احنا كل يوم نشتغل عشانك. اي حاجه نعملها عشانك، عشان انا بحبك وبموت فيكي. ربنا يخليكوا ليا، انا بحبكوا قوي. ربنا يخليكي ليا يا امنيه، انا بحبك قوي، بحبك انتوا كمان يا بنات. احنا بنموت فيكي يا ماما، واحنا بنحبوكي قوي قوي يا ماما. بصوا انا عندي الحضن ده بالدنيا دي كلها، وان انتوا زعلانين علشاني ده عندي بالدنيا بقى. عشان انت يا ماما حنينة علينا، مفيش اطيب منك علينا. يلا بينا يا حبيبتي نروح البيت. يلا يلا ماشي. يلا تعالي يلا يلا يا بابا يلا.